احنا بالصلاة زي ما احنا متعودين، واحنا في مكاننا هنقف ونصلي المحفوظات بتاعتنا. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. نصلي المحفوظات بتاعتنا. فصل شريف من إنجيل مالي لوقا، البشير بركاته على جميعنا آمين. فقالت مريم: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقونه. صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عدد إسرائيل فتاة ليذكر الرحمة كما كلم أبائنا لإبراهيم ونسله للأبد، والمجد لا دائما أبديا آمين. من أمثال سليمان النبي بركاته على جميعنا آمين. أمثال سليمان: الابن الحكيم يسر أباه، والابن الجاهل حزن أمه. كنوز الشر لا تنفع، أما البر فينجي من الموت. الرب لا يجيع نفس الصديق، ولكنه يدفع هوى الأشرار. العامل بيد رخوة يفتقر، أما يد المجتهدين فتغنى. من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل، ومن ينام في الحصاد فهو ابن مخزي، والمجد لا دائما أبديا آمين. هنفتح الشيت بتاعنا ونراجع على الدرس اللي فات، إكرام سيد المسيح العذراء، ونحل الأسئلة بتاعته. تمام، السؤال الثاني، احنا حلينا السؤال الأول امبارح، هنحل السؤال الثاني. قال الملاك ميخائيل للعذراء مريم: مباركة أنت في النساء، صح ولا غلط؟ طبعا غلط. اللي قال مباركة أنت في النساء الملاك مين؟ جبرائيل. تمام، طبعا انت اكتب ورايا بقى عشان انا مش نافع اكتب بالماوس. طيب نمرة 2: بارك الرب يسوع عرس قنا الجليل، صح. يوم السبت العظيم هو يوم صلب الرب يسوع وفداء كل البشرية، غلط، مش يوم السبت طبعا، لكن كان يوم ايه؟ الجمعة، هو اليوم السيد المسيح اتصلب فيه، والسبت ده بنسميه سبت النور، والمسيح قام في فجر الأحد. كان عند الصليب مع الرب يسوع كل التلاميذ، غلط، وكل التلاميذ كانوا خايفين، ما كانش موجود معاه غير يوحنا من التلاميذ، حتى بطرس أنكره. قال السيد المسيح وهو على الصليب العذراء عن بطرس: هوذا ابنك؟ لا طبعا، المسيح وصى على العذراء كان يوحنا، هو الوحيد أصلا اللي كان واقف عند الصليب من التلاميذ. كانت السيدة العذراء فرحة وقت انتقالها للسماء، طبعا مبسوطة، وأي حد مستعد بيبقى مبسوط عشان رايح السماء. عند نياحة السيدة العذراء حضر المسيح معه ومعه ملائكته، صح، والمسيح جه واستلم روحه. أراد الرب يسوع بقاء جسد أمه مريم على الأرض، غلط، هو محبش إن جسد أمه تبقى يبقى على الأرض، فبعت الملائكة إليه وأصعد جسد. مباركة أنت في النساء تعني إذا قورنت بكل نساء العالم إنها المباركة فيهم، طبعا صح. ترمز العليقة التي رآها موسى للعذراء، صح. زارت السيدة العذراء مريم إليصابات لتذهب معها للهيكل، لا دي غلط. العذراء زارت إليصابات علشان إيه؟ تخدمها، تمام، لأنها كانت ست كبيرة وعجوزة وحامل في يوحنا المعمدان. حملت إليصابات بيوحنا الحبيب، غلط، يوحنا المعمدان مش يوحنا الحبيب، تمام. من ألقاب السيدة العذراء والدة الإله وأم المخلص، صح. في أيقونة العذراء تاج على رأسها لأنها ملكة، أيوة هي الملكة أم الملك. عندما سمعت إليصابات سلام مريم امتلأت بالخوف، غلط، امتلأت بالروح القدس.
وساعتها ايه حست بالجنين اللي في بطنها اللي هو يوحنا بيسجد للسيد المسيح. تمام، نحل السؤال اللي وراه هنوصل. تمام، يوحنا الحبيب، يوحنا المعمدان، موسى، الملائكة، المريمات، وعندنا هنا حملت جسد المسيح، حملت جسد السيدة العذراء للسماء، من تلاميذ المسيح ابن اليصابات، كانت عند الصليب من أنبياء العهد القديم. يوحنا الحبيب طبعا من تلاميذ المسيح. نمرة 2، يوحنا المعمدان كان مين بقى؟ ابن اليصابات. موسى من أنبياء العهد القديم. الملائكة هي اللي حملت جسد العذراء للسم. المريمات كانوا عند الصليب. تمام، السؤال اللي وراه برضو توصيل. أطاع الصبي يسوع أمه في الهيكل، أطاع الرب يسوع أمه في عرس قنا الجليل، اهتم الرب يسوع بأمه، واهتم الرب يسوع بنياحة أمه. العمود الثاني، وبارك عرس وحول الماء لخمر غير مسكر، ورجع معها للناصرة، وأصعد جسدها للسماء وعند الصليب. أطاع الصبي يسوع أمه في الهيكل، ورجع معها إلى مدينة إيه؟ الناصرة. أطاع الرب يسوع أمه في عرس قنا الجليل، وبارك العرس وحوله إيه؟ حول المياه لخمر غير مسكر. مع نمرة 3. تمام، اهتم الرب يسوع بنياحة أمه، وأصعد جسدها للسماء، اهتم الرب يسوع بأمه عند الصليب. تمام، نيجي بقى للتوصيل التاني. في أيقونة العذراء التاج إشارة إلى إيه؟ إنها ملكة. نمرة 2، نور حول رأسها إشارة إلى قداستها. احنا اتفقنا إن المسيح قال أنا هو نور العالم، ومعظم القديسين كل في الصور بتاعتنا في الكنيسة أو الصور اللي عندنا في البيت دايما يبقى حواليهم هالة النور، عشان هم كانوا نور للعالم وبتشير لقداستهم. تمام، نجوم وملائكة حواليها إشارة إنها إيه؟ السماء التانية. نمرة 4، عن يمين السيد المسيح إشارة إنها إيه؟ الآية اللي بتقول قامت الملائكة عن يمين الملك. تمام، نيجي للسؤال نمرة 4، مباركة أنت في النساء، قالها مين؟ الملاك ميخائيل، ولا الملاك جبرائيل، ولا الملاك سوريال؟ طبعا الملاك جبرائيل. عيد الفصح كان في الناصرة، ولا كفر النحوم، ولا في أورشليم؟ طبعا كان فين؟ في أورشليم. دايما عيد الفصح كان بيبقى في الهيكل، والهيكل كان في أورشليم. يوم صلب الرب يسوع كان امتى؟ جمعة ولا سبت ولا حد؟ طبعا جمعة. وإذا أمك، قالها السيد المسيح لمين؟ ليوحنا. أعلم العذراء مريم الانتقال للسماء، التلاميذ، ولا الروح القدس، ولا يوحنا؟ الروح القدس اللي أخبر العذراء بميعاد نياحت. الذي أصعد جسد العذراء للسماء، هم الملائكة ولا التلاميذ ولا الجموع؟ طبعا الملائكة هم اللي حملوها وصعدوا بيها للسماء. من رموز العذراء في العهد القديم أم المخلص، ولا أم الإله، ولا العليقة؟ طبعا أم المخلص وأم الإله دي ألقاب مش رموز، ده لقب العذراء، فطبعا من الرموز هي العليقة. نمرة 8، من ألقاب العذراء مريم أم عمانوئيل، ولا أم المخلص، ولا جميع ما سبق؟ طبعا جميع ما سبق. نمرة 9، الجنين الذي ارتقط بابتهاج في بطن اليصابات هو يوحنا الحبيب، ولا يوحنا المعمدان، ولا يوحنا الرائي؟ يوحنا المعمدان. نمرة 10، في عرس قنا الجليل حول المسيح المية لإيه؟ عصير، ولا خبز، ولا خمر جيد؟ طبعا خمر جيد. تمام، السؤال اللي بعد كده طبعا ده تكتبه بقى ورايا. اهتمام السيد المسيح بالعذراء مريم عند الصليب لرعاية العذراء واهتمامه بيها لأنها أمه. تمام، طاعة المسيح للسيدة العذراء في صغره وكبره، ده لإكرام السيد المسيح للعذر. اختيار السيد المسيح للعذراء مريم من بين نساء العالم، ده لإكرام المسيح للعذراء لأنه اختارها من دون نساء العالم كله. تمام، حضور المسيح بنفسه عند نياحة العذراء لاستلام ايه جسدها، وبرده لاكرام الاسلام روحها اسفه، وكمان لاكرام اكرام السيد المسيح للعذر. تمام، نمره 6، من القائل، ولمن قيلت، وما المناسبه؟ يا امراه هوذا ابنك.
طبعا اللي قال القول ده هو المسيح للعذراء. المناسبة بقى فين؟ عند الصليب. هو ذا أمك اللي قالها برضو المسيح ليوحنا برضو عند الصليب. سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. دي اللي قالها الملاك جبرائيل للعذراء وقت البشارة، البشارة بميلاد المسيح. ماشي، نمرة 4. فمن أين لي أن تأتي أم ربي إلي؟ اللي قالتها إليصابات للعذراء إمتى؟ وقت زيارة العذراء لإليصابات. نمرة 5. فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقت الجنين بابتهاج في بطني. دي إليصابات برضو قالتها للعذراء وقت زيارة العذراء لإليصابات. تمام، دي كانت كده مراجعة سريعة على الدرس اللي فات، إكرام السيد المسيح العذراء. تمام، ناخد بقى الدرس الجديد بتاعنا وهو آخر درس في الوحدة، وكده بقى احنا خلصنا المنهج. ومن الحصة الجاية هيبقى فيه على طول مراجعات وتسميع بقى المحفوظات اللي هناخدها النهاردة. تمام، اول محفوظات احنا قلناها، احنا اللي بنصليها على طول اصلا، اللي هي تسبيحة العذراء مريم والجزء اللي من سفر الامثال اللي كتبه سليمان النبي. تمام، هنقرا كده تاني التسبيحة مع بعض، احنا لسه مصلينها سوا وهنقراها تاني مع بعض، ودي طبعا ايه اهم حاجة هنحفظها ونسمعها الأيام الجاية. خلاص، دي تسبحة العذراء مريم وهي اللي قالتها لإليصابات وقت زيارتها ليها. تمام، شايف احنا طبعا في الصورة إليصابات قد ايه عجوزة والعذراء طفلة يعني عندها 12 سنة. تمام، وكانت حامل في السيد المسيح وراحت تزور إليصابات رغم انها كانت في أول حملها وتعبانة. تمام، نقرا كده التسبيحه بتاعت العذراء، تعتبر هي التسبيحه الوحيده اللي اتسجلت في الكتاب المقدس في العهد الجديد، هي كانت تسبيحه العذراء. تمام، فقالت مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لانه نظر الى اتضاع امته، فهوذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني، لان القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته لاجيل الاجيال الذين يتقونه، صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، اشبع الجياع خيرات وصرف الاغنياء فارغين، عضد اسرائيل فتاة ليذكر رحمة كما كلم ابائنا لابراهيم ونسله الى الابد. طبعا التسبيحة دي مذكورة في إنجيل لوقا الإصحاح الأول آية 46 لآية 55. نتكلم بقى إيه، نفصص كده التسبيحة دي ونحاول نفهمها مع بعض. يعني إيه تسبيحة القديسة مريم؟ تسبيحة يعني إيه؟ زي تمجيد أو صلوة. تمام، العذراء أول في أول آيتين قالت إيه؟ تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. إحنا اتفقنا الدرس اللي فات إن ربنا أكرم العذراء لما اختارها من كل نساء العالم علشان تكون هي والدة الإله، لا في كان قبلها ولا في بعدها. تمام، ساعتها العذراء مجدت ربنا وبعبارات التسبيح والفرح وقالت ايه؟ تعظم نفس الرب، يعني انا بمجد ربنا، انا بشكرك يا رب، بعليك وبقدسك. تمام، وحست بأهمية العمل اللي ربنا اختاره لها والرسالة اللي ربنا اختارها لها علشان تعملها. تمام، عشان كده كانت بتمجد ربنا وبتشكر ربنا وبتقول في بداية الصلوة بتاعتها ايه؟ تعظم نفس الرب وتبتهج روحي الله مخلص، لأنه نظر إلى اتضاع أمته فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. يعني ربنا نظر إلي أنا الأمة الضعيفة، أنا البنت الضعيفة اللي اتولدت من يواقيم وحنة ويتيمة وفقيرة وعشت في الهيكل وطلعت ماليش حد خالص،
ومع ذلك ربنا أخذني أنا الضعيفة الصغيرة الأمة يعني العبدة، ولكن وربنا رفعني وكل الأجيال هتطوبني بعد كده. وده فعلا اللي بيحصل، إن كل الأجيال وكل الأديان بتعظم العذراء. تمام، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، يعني منذ اللحظة دي أنا كده كل الأجيال هتطوبني وبترفعني، لأن القدير صنع بيه عظائم. يعني ربنا عمل بيه عظائم ومعجزات كبيرة لما اختار إن هو يتولد مني. تمام، طبعا هي معجزة كبيرة إن المسيح يتولد من عذراء، يعني مش متجوزة. تمام، ازاي ربنا نظر لتواضع العذراء، انها هي حتى نفسها رغم ان هي بقت ام الاله، لكن حتى بتقول انا اما، يعني لسه برضو بتقول على نفسها اما يعني عبد. فربنا ما شافش في كل البشرية كلها، في كل ستات العالم، حد عنده كمية تواضع زي العذراء، عشان كده ربنا رفعها لمرتبة ام الاله. تمام، والعذراء فاهمة طبعا عظم العطية اللي هي نالتها، وعشان كده كل الأجيال بتمجد العذراء، والكنيسة بتسبح العذراء، واحنا الأيام دي عندنا تسبيحة كياك اللي بنسبح فيها تسبيح العذراء، تسبيحة 7 و4 اللي بنسبح فيها أم النور علشان خاطر المعجزة الكبيرة وميلاد السيد المسيح منها. تمام، لأن القدير صنع بي عظائم، ربنا اختارني للكرامة ورغم فقري وبساطة المظهر بتاعي، لكن ربنا اختارني وعظمني فاتولد، واختار ان هو يتولد مني مخلص العالم. تمام، فعشان كده هي بتقول ربنا صنع بي عظائم كتير. خلاص، الآية اللي بعد كده، واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقون، صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. أنا عايزة أوريكم بس الصورة اللي فاتت تاني، إليصابات هي واقفة وفي بطنها يوحنا المعمدان، والعذراء وفي بطنها السيد المسيح. الفرق بين الطفلين دولت 6 شهور، والعذراء أول ما دخلت على إليصابات الجنين في بطن إليصابات ارتقض أو سجد بابتهاج، وحست الإصابات بيه في بطنها، فعشان كده قالت من أين لي يوم ربي إلي. تمام، نيجي للآية بقى نمرة 50، هو اسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقون. طبعا ما فيش حد قدوس إلا الله وحده، هو منزه عن كل خطية بلا خطية، ورحمته إلى جيل الأجيال من آدم لحد آخر الأزمنة. تمام، ورحمته كمان موجودة لحد آخر الزمان، هو القدوس هو الرحوم لكل الأجيال. تمام، الزراع هنا بيقول صنع قوة بزراعه وشتت المستكبرين بفكر قلوبهم. ايه الزراعه دي؟ الزراع هنا اللي هو إشارة للسيد المسيح اللي هو في بطنها واللي اتجسد منها. شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، يعني فرق إبليس وجنوده واللي هم أصلا أساس الكبرياء، وهو هو خطية الشيطان عشان كده العذراء ذكرت اسم المستكبرين، هو سبب خطية آدم وسبب خطية الشيطان كانت الكبرياء. تمام، فصنع قوة بذراعه، يعني السيد المسيح هيشتت إبليس وجنوده وخطية الكبرياء اللي كل المستكبرين كمان كل المتكبرين، ينزلهم عن كراسيهم اللي هم مفتخرين بيها. تمام، وهيرفع المتضعين. اول واحده رفعها طبعا العذراء اللي هي بنت بنوته صغيره ويتيمه وفقيره، ورفعها بقت هي ام الاله. رفع كمان التلاميذ اللي هم صيادين سمك ومش متعلمين وفقراء، ورفعهم لمرتبه التلاميذ والرسل. تمام، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. تمام، الأعزاء بقى طبعا هو مش بس البشر، لكن كمان الملائكة، وقلنا طبعا في ضغمة من الملائكة كلها وقعت بسبب خطية الكبرياء. ربنا هينزل كل المتكبرين دولت، حتى الفريسيين كمان والكهنة بتوع شعب إسرائيل اللي كانوا متكبرين على الشعب في الوقت ده، نزلهم عن كراسيهم، وربنا غير الدنيا خالص بعد ميلاد السيد المسيح. حتى هيكل سليمان اللي كانوا مفتخرين بيه اتهدم للآخر. تمام،
ورفع الله المؤمنين واعطاهم سلطان، ربنا ادانا بقى سلطان ان ندوس الحيات والعقارب وكل قوه العدو. ايه 53، اشبع الجياع خيرات وصرف الاغنياء فراغين. يعني السيد المسيح حتى في معجزات اللي عملها في حياته على الارض اشبع الجموع، اشبع الخمس خبزات، اشبع ال5000 رجل بخمس خبزات وسمكتين بس، واشبع برضو في قصة تانية اشبع 7000 رجل برضو بصغار سمك والخبز، تمام. فربنا يسوع في حياته على الارض وهو موجود كمان بيشبع الجعانين، يعني تعالوا الي ايه جميع متعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم، يعني حتى كمان الجوعانين والمتعبين ربنا اشبعهم، والاغنياء مشاهم ايه فارغين. اللي بيفكر بس في خيراته الماديه انه معاه فلوس وخلاص ومش محس انه محتاج ربنا، كل ده بيكسر كبرياءه، كل ده هيقع ايه في الاخر وهيلاقي نفسه فارغ فاضي ما عندوش حاجه، تمام. عضد اسرائيل فتاه ليذكر رحمه. عضد اسرائيل فتاه يعني ربنا شدد وقوى بإرسال المسيح من نسل اليهود، يعني شدد الناس لما ربنا بعت المسيح واداهم أمل في إيه؟ في الخلاص. طبعا شعب إسرائيل هم نسل إيه؟ أبونا إبراهيم، تمام. صفات الله في تسبحة العذراء، طبعا هنا بيقول كما كلمها آبائنا لإبراهيم ونسله للأبد. أبونا إبراهيم طبعا هو السيد المسيح، احنا قلنا قبل كده في قصة إبراهيم إسحاق كان يرمز للسيد المسيح، فربنا كان دايما بيعرف منذ القديم ايه اللي هيحصل بعد كده، ازاي ربنا هيجي يخلصنا، تمام، ويدينا فرصة تانية في الميلاد الجديد. فربنا عضده وقواه، وكل الناس اللي كانت ماتت على رجاء القيامة أو الناس اللي كانت مؤمنة ربنا يعضدهم وقواهم، وكل الناس اللي كانت متضعة ربنا رفعها، لكن الكبرياء المتكبرين ربنا إيه نزلهم للأرض، تمام. طبعا في التسبيحة بتاعة العذراء دي اتذكرت فيها بعض الصفات لربنا، زي مثلا قالت إيه القدير الرحوم القدوس الأمين، دي كلها صفات في تسبيحة العذراء احنا قريناها مع بعض، تمام. طبعا الدرس ده عليه فورم هنقراه كده مع بعض ونكمل الجزء الاخير اللي هو امثال سليمان النبي، تمام. هنا اكمل تعظم نفس الرب انا اللي جاوبتها، تعظم نفسي نقط وتبتهج روحي، بالله ولا يهوى ولا الرب نقط تبتهج روحي، فوز منذ الان جميع الاجيال نقط تمجدني ولا تحبني ولا تطوبني، القدير صنع بي نقط واسمه قدوس، هوائل ولا ضيقات ولا عظائم، أنزل نقط عن الكراسي، المستكبرين المتواضعين الأعزاء، أشبع الجياع نقط وصرف الأغنياء فراغين، ضيقات ولا خيرات ولا سمكات، عضد إسرائيل نقط ليذكر رحمة، رجل فتاة صبية كما كلمها أبائنا نقط ونسله للأبد، موسى ولا إبراهيم ولا إيليا، مباركة أنت في النساء قالها مين، ملك جبرائيل ولا إليصابات ولا ملك جبرائيل وإليصابات، من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي، قالتها مين، إليصابات ولا زكريا ولا مريم. وبعدين من نضغط سماء هخلص شرح كمان أمثلة سليمان، هبعت لك اللينك تاني على التيم وعلى الشات. نكمل بقى الدرس بتاعنا أمثال سليمان الحكيم، نقراها برضو مع بعض، دي في سفر الأمثال في العهد القديم إصحاح 10 من آية 1 لآية 5. أمثال سليمان، الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل حزن أمه، كنوز الشر لا تنفع أما البر فينجي من الموت، الرب لا يجيع نفس الصديق ولكنه يدفع هوى الأشرار، العامل بيد رخوة يفتقر أما يد المجتهدين فتغنى، من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل ومن ينام في الحصاد فهو ابن مغزي. طبعا احنا عارفين سليمان النبي كان هو ابن داود، تمام. طبعا داود اللي كتب المزامير وسليمان ابنه،
الملك هو في أول ملكه طلب من ربنا الحكمة، عشان كده ربنا اداله الحكمة، لأنه طلب الحكمة وطلبش مال أو جاه أو فلوس أو كده، طلب حكمة ربنا، وفعلا ربنا اداه حكمة. عشان كده سليمان كتب سفر الأمثال، وكتب نشيد الأنشاد، وكتب سفر الحكمة، وكلهم مليانين حكم ووعظ جميلة جدا لأي حد من بيقراها ياخد حياة كده، ايه حكمة في حياته ازاي يتصرف في مواقف مختلفة. تمام، فاحنا هناخد النهاردة الجزء بتاع أمثال، سفر الأمثال إصحاح 10 من آية 1 لآية 5. بيقول ايه في آية 1 بقى؟ أمثال سليمان، يعني أنا اللي هو سليمان، أمثال سليمان يعني هو اللي كتب. الابن الحكيم يسر أباه، والابن الجاهل حزن أمه. تمام، يقصد هنا الأب والأم اللي هم حسب الجسد، يعني أي أب وأم لما بيخلفوا بيبقوا نفسهم إن الطفل ده إيه يبقى أحسن منهم. تمام، فلما يبقى ابنهم إنسان حكيم وكويس وبيسمع كلام وشاطر ومجتهد هيبقوا مبسوطين، أبوه هيفرح إنه ده رافع اسمه تمام وناجح في حياته. لكن لو ابن فاشل وجاهل وبيأذي نفسه وبيأذي غيره، ومثلا بيسرق بيشتم بيعمل، هيبقى ايه يعني بسبب حزن لأهله كلهم أبوه وأمه. تمام، فسلوك الأب الابن دايما ينعكس على الابن، على الأب والأم. يعني لو انت سلوكك حلو وناجح في حياتك باباك ومامتك بيبقوا ايه مبسوطين ومش متسعهمش الدنيا، وبيبقوا مفتخرين وده جاب درجات حلوة، ده مؤدب ومحترم، يبقوا مبسوطين قوي ايه بيه. لكن لو هو في بالعكس يبقى صعب، لسانه طويل، مش بيسمع كلام، مش بيذاكر، مش ناجح، طبعا بيبقى سبب ايه حزن ليهم. تمام، فعلشان كده نخلي بالنا ان احنا بنأثر على بابا وماما، لازم أن يبقى ايه عندنا مسؤولية ونخلي بالنا من المطلوب مننا، ويبقى عندنا طاعة للأب والأم. تمام، فأي فجهل الابن زي ما احنا اتفقنا ايه انعكس على الوالدين، وأكتر كمان الأم لأنها ايه تبقى حزينة كده ان ابنها ايه مش تمام. تمام، نيجي للآية اللي بعد كده، كنوز الشر لا تنفع، أما البر فينجي من الموت. يعني مهما حاولت تجمع في مال، في فلوس ومال حرام مثلا، ومش هينفعك وقت الموت، مش هينجيك. تمام، بالعكس هيوديك الجحيم. تمام، بدل ما هينفعك هيضرك. تمام، الكذب مثلا اللي بيكذب برضو مش هينجيك الكذب ده. تمام، فأي شر الإنسان بيعمله مش هينفعه. تمام، بالعكس، انما البر يعني الانسان يبقى صالح وكويس ده ينجيه حتى ايه من الموت. تمام، لان لما بيبقى فيه بر هيبقى فيه سلام داخلي، حتى لو كان فقير، حتى لو في حاجات محتاجها، لكن ربنا دايما بيشبع ايه احتياجاتنا سواء الروحية او النفسية او الجسدية. بيقول ايه عيني عليكم طول السنة لاخرها، وجميع شعور رؤوسكم محصاه، يعني لازم نبقى مؤمنين ان ربنا معانا على طول ما نقلقش. تمام، لكن اللي بيسعى للشر واللي بيروح يحوش مثلا دماغه كلها في الفلوس مثلا، او بيروح يسرق او يقتل علشان خاطر يعني يبقى احسن، ده مش هتنفعه في اي وقت من الاوقات. تمام، فربنا بيقول ايه بقى في آية نمرة 3، الرب لا يجيع نفس الصديق لكنه يدفع هوى الاشرار. يعني لو انت ماشي بالبر وماشي صادق ربنا عمره ما هيخليك تنام جعان. يعني اذا كانت العصافير نفسها ربنا بيعولها، الزرع نفسه ربنا بيعوله ويرسله الامطار، الحيوانات ربنا بيعولها، فازاي هو مش هيعولنا احنا؟ تمام، فلازم نبقى مؤمنين ان ربنا مش هيسيب الانسان يموت جعان. تمام، لازم يبقى عنده ايمان ان ربنا بيقوتنا، زي إيليا النبي لما كان في الصحراء وكان في مجاعة كبيرة، ربنا ما سابوش لوحده، إنما إيه بعت له الغربان كانت بتعوله وبتجيب له إيه الخبز واللحم. تمام، وحتى لما كمان ما كانش فيه خبز ولحم من الغربان، ربنا بعته لأرملة فقيرة هي اللي عالته، فربنا ما بيسيبش حد أبدا. تمام،
الحكيم نمرة ايه بقى 4، العامل بيد رخوة يفتقر، اما يد المجتهدين فتغنى. يعني اللي ايه مكسل، بيشتغل النهاردة بيذاكر النهاردة وبكرة ما يذاكرش، يشتغل كده ايه شغلانة كده مش بضمير، يعني يعملها ايه كلام كده عشان يخلص. عدم الامانة في الشغل ده يفتقر، يعني يخليك ايه تفتقر، ما تبقاش احسن. لكن المجتهد اللي بيسعى اللي بيحاول اللي بيذاكر اللي بينظم وقته، ما بيسيبش حاجة لما يبقى عاملها اول باول، ربنا بينظر لاجتهادك ده وبيساعدك وبيباركك ويخليك تكمل وتعلى اكتر. لكن لما يلاقيك انت كسلان ومش امين في شغلك ولا في مذاكرتك ولا في حياتك، فخلاص مش هيساعدك. تمام، فلازم نبقى مدركين ان لازم ابقى ايه اشتغل كده ايه عندي حركة وشاطر وافكر وابتكر. لكن الجهلان الجاهل الكسلان اللي عايز ينام بس ويريح، ده عمره ما هيبقى غني، مش غني اللي هو غنى الفلوس، لكن عمره ما هيبقى في حال احسن. تمام، طيب آية نمرة 5، من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل، ومن ينام في الحصاد فهو ابن مغزى. يعني لازم استثمر الوقت طول ما هو ايه متاح لي. يعني انا دلوقتي مثلا في الصيف ما اقعدش بقى ايه اقضيها افلام وتلفزيون ومش عارفة ايه، واريح واضيع الوقت الفري بقى، كان عندي وقت كويس ان انا انمي نفسي. تمام، لكن انا لو شاطر هعمل ايه، هاخد كورسات وهعمل واقرا كتب واحسن من نفسي واحسن من مستوايا. ده اسمه ايه؟ العقل. تمام، ابن عاقل بيفهم بيركز عارف هو بيعمل ايه. لكن اللي يبقى قدامه وقت وفرص قدامه ويضيعها، ده ابن مخزي، يعني بيضيع فرص من قدامه، بيضيع حاجة مهمة ممكن تغيره بعد كده. تمام، يعني احنا برضو لو عندنا موهبة معينة ابدأ كده اسعى واحاول ان انا انميها علشان يمكن في يوم من الايام دي تنفعني. تمام، لكن ما يبقاش عندي موهبة، هو طبعا مفيش حد ربنا خلقه من غير موهبة، المهم ان احنا ندور موهبتنا ايه. لكن لو انا فضلت يعني مكسل مطنش مقضيها نت بس وخلاص، الوقت هيمر مني وفي الاخر الاقي نفسي ما عملتش اي حاجة مهمة. تمام، ففي آية 5 بيقول ان احنا لازم نستثمر الفرصة المناسبة. تمام، ما اضيعش الفرص اللي بتجيلي، لازم أن اكون مركز ان ربنا ساعات بيبعت لي فرص لازم أن اسعى فيها واحاول. تمام، ولازم أن اجتهد. تمام، زي الانسان اللي بيقعد طول الصيف مثلا عنده مزرعة او حقل، بيقعد طول الصيف لا بيزرع ولا بيحاول ان هو يزرع زرعية ولا اي حاجة، وبعدين لما يجي وقت الحصاد يلاقي ايه ما فيش حاجة اتزرعت، يبقى ضيع الصيف وضيع الوقت. ده المثال اللي القديس سليمان النبي وراهولنا. تمام، فأهم حاجة إن ربنا إيه بيدينا فرص، ما نضيعش الفرص دي علشان بعد كده هنستثمرها. تمام، فالسيد المسيح بيقول إيه للتلاميذ كمان، ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول قد ابيضت للحصاد. يعني لازم تبقوا مستعدين للحصاد، خليكم دايما في حالة استعداد. تمام، ده كان المحفوظات بتاعتنا النهاردة، يبقى ده طبعا ايه حفظ مع تسبحة العذراء، دي المحفوظات بتاعتنا. المرة الجاية نبقى نحفظ بقى ونسمع. تمام، هنفتح بقى التدريبات صفحة 50 في كتاب المدرسة. تعظم نفسي نقط وتبتهج روحي نقط، تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. نمرة 2، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. تمام، ورحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقون. أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين.
نمرة 5، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. نمرة 6، من صفات الله اللي اتذكرت في تسبيحة العذراء إن هو إيه، قدوس ورحوم. نمرة 7، دي بقى في أمثال سليمان النبي، الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل حزن أمه. كنوز الشر لا تنفع، أما البر فينجي من الموت. تمام، نشوف السؤال اللي بعد كده، لسه في تكملة. العامل بيد رخوة يفتقر، أما يد المجتهدين فتغني. من يجمع في الصيف هو ابن عاقل، ومن ينام في الحصاد فهو ابن مغز. تمام، نيجي للسؤال نمرة 2، ده في صفحة 52. تمام، سر ابتهاج القديسة العذراء مريم هو ايه؟ اكرام ربنا ليها واختيارها ام للمسيح. رفع الله شأن القديسة مريم لتواضع العذراء. تمام، فاختارها وكرمها دون نساء العالم كله. نمرة 3، الابن الجاهل حزن أمه، لأن طبعا قلنا ايه، نجاح الابن أو فشله بيؤثر على الآباء والوالدين وخصوصا الأم. تمام، بسبب مشاعرها العاطفية. سؤال نمرة 3، ما المقصود بما يلي؟ صنع قوة بذراعه، قوة بذراعه اللي هو السيد المسيح. أشبع الجياع خيرات، يعني ربنا لا يترك الصديقين جوعانين. تمام، ربنا بيشبع الجميع، حتى العصافير وحتى الإنسان. قال إيه؟ الجميع شعور رؤساكم محصاه. يد المجتهدين فدغنى، يعني السائل الذي يسعى واللي بيتعب واللي الذي يجتهد ربنا بيباركه وبيبارك إيه؟ عمله. تمام؟ تمام، لو في حاجة مش مفهومة قول لي. المرة الجاية إن شاء الله هنبدأ نحل اختبارات، هنعمل الأول مراجعة على الوحدة الثانية، وبعدين هنبدأ نعمل بقى امتحانات على الوحدة الأولى والوحدة الثانية. احنا كده النهاردة خلصنا المنهج بتاعنا، من المرة الجاية هنحل امتحان على الامتحانات بقى، ومراجعة على المنهج كله من حصة الأونلاين الجاية إن شاء الله. تمام، باي باي، أشوفك بقى الحصة الجاية.